توثيق بشكل دائم فريق يزدا الشنغالة نهاية هادروية شغلي في فريقي أم دعم عوائل الودري هادر بن أم دعم عوائلات كنوختي مقبرة وتينا فاكرين ونفس الوقت أم قهي قدنا فان فاكرنا مقبرة جماعي وأم توثقي نجي بهر خطوة أم تي وثق عندن شغلي كان هو هاتيا حتى هو هاتيا كرنا بالسر مقبرة شغل بريفاتشا فريقي ك فريقي يونيتاد فاتكا فريقي يونيتادا فريقي عراقي وطنيرا و اي سي ام بي او جي كي بيرا شاركه مذيها ك جاكي مناسبه از جا ديني تشتكي وسا روجك سادفي مذي احتراما فان روجا بتكرن وك هر روجيت ك المجتمعات ديجيتال مناسبات وان ديني وبن وقت شغل تسكني مذي احتراما فان روجا بكنيت از جا مناسبات از جاوان فان روجا او شغل بسكنين و شغلك هادي كرين الحيواسي البانزي حيواسي ده هزارو نوزده مقبرة هربري هاتا فاكرين القندي كوچو مقبرة كبتني هاتا فاكرين حتى بيستي حيواسي شغلين بشتينجي شغل سكني حتى دوانزي مهاد چار دوانزي مهاد چار حتى سري مهي شغلين فريق تا بيستو هشتي مهاد چار يانزا مقبرة ديجي و و گوتی مواقعیت فردی اد کشتنی هاد نفکرین مدفع او عملیه تحديد هویه او اختیتی او کرین مطابقه به حسب معایر دولی و هر پرسیاره که خلقه مجیه به در یه یز داجی ری وکریه الشنگاله السنونه هر سال دهوکی و بغدای جی هر جاره که پرسیاره که وانتشتی کوان هبه امکار بین اجابه بکن در یه مجیه ری وکریه بله دستوری نافی خود راستی تشته بکنیم و مقبره جماعی را بدونیم وقت که بیار کردن عدلت رمضان و عید ازدیا نسکنن و پشتی نه هاوینا شغل خو بشیف جو برداوم بکن دا زودتری وقت وام مقبره را کرد بری با و بارانا بری بتوانی افسته اون دادم پس قدر ازدیا اون دادم او هسته ماین او سر ارده لازم زودتری وقت بین را کردن دا اون دادن بیش بر خواهید وان زانبان بن او هسته وان روز که لبن خویی و فحص دوام بین کردن درستی. بعد ان استكملنا عملية فتح القبر الأول في كوجو وشرعنا بالمرحلة الثانية من فتح بعض القبور الجماعية في كوجو كان من اللازم علينا أن نلتقي بعوائل الضحايا والمجتمع اليزيدي بالإضافة إلى منظمات المجتمع اليزيدي لتوضيح آليات العمل السابقة وخططنا المستقبلية ومصير المقابر التي فتحت والرفات التي رفعت وإجراءاتنا لغرض أن تكون الصورة واضحة أمام المجتمع اليزيدي وكذلك المنظمات اليزيدية. حقيقة فيما يتعلق بجميع الرفات التي تم رفعها من هذه المقابر سلمت وستسلم إلى دائرة الطب العدلي لغرض تحديد هويتها علما أنه جميعهم مشمولين بكونهم ضحايا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ويطلق عليهم وصف الشهداء. يبقى فقط هو استئناف الإجراءات الشكلية التي تمنحهم كافة الحقوق والامتيازات واعتقد أنه كانت مؤسسة الشهداء والأمانة العامة جادة في موضوع أنه فتح مكاتب في سنجار لغرض تلقي المعاملات واستقبال المعاملات وعوائل الضحايا وترويجها ووصولا إلى إصدار القرارات واعتمادها لغرض إطلاق التعويضات الخاصة بذلك. بصراحة من أولويات الحكومة العراقية هي فتح مقابر سنجار بشكل عام ولذلك الأنظار والدعم كله مهيئ لغرض دعم هذه الفرق. بصراحة التنسيق والعمل مستمر مع حكومة إقليم كردستان والكوادر المشتركة ما بين مؤسسة الشهداء ووزارة الشهداء والمؤنفلين تعمل بشكل مشترك، لذلك لدينا لقاءات متكررة فيما يتعلق بالعينات التي سبق وأن جمعتها حكومة الإقليم بالإضافة للمقابر التي تم فتحها، وسنعمل على تقييم كافة الوثائق والملفات التي تم إعدادها خلال عمليات الفتح ومن ثم النظر في هذه الملفات للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية والقانونية التي نص عليها القانون، وإذا كان بالإمكان الاستفادة من عتها فأكيد راح نستخدمها، أما إذا كانت هناك ملاحظات سنعمل على تقويمها وتقييمها، ومن ثم إذا اقتضى الأمر أيضا إعادة لفتح هذه القبور فسنكون ملزمين بفتح هذه القبور. لكن أبعث رسالة اطمئنان بأنه كل عمل يتعلق بالقبور الجماعية سيتم وفق المعايير الدولية والطرق الفنية الحديثة والإجراءات القانونية اللي نص عليها قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية.
إن شاء الله هو تعاون موجود بين لجنة جينوسايد بين وزارة الشهداء والمؤنفلين، فصار اتفاق موحد أنه إرسال أكثر من 2000 عينة درسناها بصراحة لقينا بها مجموعة من الملاحظات، فبالفترة القادمة عندنا اجتماع أسبوع القادم إن شاء الله مع الوزارة مع الجينوسايد نتفق أنه الهدف مالتنا واحد، الهدف هو إنشاء قاعدة بيانات جينية موحدة لغرض المطابقة في دائرة الطب العدلي. فالأخوان ما قالوا ما عندهم أي مانع، فراح يصير العمل المتفق عليه المنتظر خلال الفترة القادمة إنشاء حملة تكميلية لجمع أكبر عدد ممكن من العينات من أهالي في الكامبات في المخيمات في تور وفي كل مخبرة. صير دائما أكو شغلات مربكة بالبداية، صير اجتهادات شخصية، صير أكو يعني إحنا نفرض حسن النية دائما، فكل محافظات العراق يصير أكو تدخل شخصي اجتهادات شخصية، لكن هي هذا تدخل هو حسب القانون؟ لا، ما حسب القانون، الجهات الوحيدة المخولة بالقانون حددها قانون حماية وشؤون المقابر الجماعية رقم 15/2013، هذا القانون حدد أنه فتح المقبرة يكون بإشراف دائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية، حملة جمع العينات تكون مسؤولية دائرة الطب العدلي، فقانون واضح وصريح، لكن الهدف واحد وسأكون تعاون موجود إن شاء الله، فإن شاء الله تسخر جميع العقبات وخلال الأيام القادمة توحد كل الإجراءات إن شاء الله. مؤسس الشهداء بعد الكشف عليها واستخراج الرفات يكون الرفع يكون مسؤولية الفريق مالتي ونقلها وجلبها وفحصها ودي ان اي في دائرة الطب العدلي ومن ثم تسليمها، فالبحث هاي من مسؤولية يعني المؤسسة مديرية حماية وشؤون المقابر الجماعية، فما عندي خبر بها صراحة، ما عندي احداثيات على الموضوع للأمانة. تعتبر هاي المقابر احنا من ناحية فنية نعتبر اكو مقابر هي الرئيسية ومقابر ثانوية، هاي تعتبر مقابر ثانوية، مقبرة ثانوية شنو هي؟ اللي كانت في مقبرة رئيسية وتم تحويلها وتغييرها الى مقبرة اخرى، موجود عندنا هواي حالات هيجي مشابهة، فموجودة في الجنوب في البصرة في كل مكانات العراق، فنتعامل وياها كحالة نلقى صير صعب لنا المهمة صح، لكن نتعامل وياها ناخذ العينات نرفع الرفات ونطابقها مع الاهالي. The role of civil society initiatives within ICMP here in Iraq is to ensure that there is a bridge between the government authorities who are responsible for carrying out excavations and identifications with the families of missing persons and all of the civil society organizations and stakeholders who are interested in this process. We believe that it's a fundamental component to the process for families to be fully involved. In order to have a successful forensics process, families must be engaged in order to provide both the data that we need and to be receiving the information back from the authorities. So within the law on mass grave affairs, there is a provision that indicates that family members of missing persons have the right to participate in the process. Now, obviously, we're talking about crime scenes, which are quite a complicated thing to navigate, and it has to be done with a lot of control. But by working with civil society organizations, ICMP can assist to facilitate family members coming to visit sites and also working with civil society organizations to provide information sessions where families can ask relevant questions and get the answers directly from the specialists who are working in the field. So today's session was held in cooperation with the Secretariat General of the Council of Ministers of the Iraqi government and ICMP, with the participation of the Martyrs Foundation's Mass Graves Directorate and the Medical Legal Department of the Ministry of Health. The objective of this session was to provide information to family members about the excavations that are ongoing as of yesterday, which began in March with UNITAD's lead and are now being continued by the authorities with ICMP's support. We wanted to coordinate a clear message between all of the actors involved, from the Iraqi authorities to ICMP to UNITAD, to ensure that the families know that we're working together for this process to be upheld according to international standards. So we invited community members to be able to ask these questions and to start to receive information. This isn't the first meeting we've had like this, and it certainly won't be the last meeting. We propose to have continued engagement, particularly relying on our civil society partners to help to facilitate that.
that in ICMP's mandate, families of the missing are really at the heart of the entire process. And so we are committed, as well as the other stakeholders, to ensure that they are a visible and effective part of the forensic excavation process and the identification of missing persons. At the end of the day, all of this is being done to fulfill the family's rights. Their rights to dignity, their rights to truth about what happened, their rights to justice, and of course also their rights to participate in Iraq's reparations framework. طبعاً تأثيرها أقر سر مقابرة أو مقابر مثلاً نوايك أكوتشو البنفا ما أقر بيكات شوتي ولكن أو نجارة بريد شوتي قور أزي متوقع أو أنه أتابع فريقي طب العدلية ومقابرة أزبورتكم فريقي طب العدلية بغداية صعوبية كي ببين سر نتائج فحصي إشوان هستيت شوتي